بسم الله والابن الروح القدس. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. اتينا الى الكلمه العظيمه كلمه ومن اجل خلاصنا. من اجل خلاصنا المسيح قال إلى هذه الساعة قد أتيت. أيها الآب نجيني من هذه الساعة، ولكن ماذا أقول؟ إلى هذه الساعة قد أتيت. ومن أجل هذه الثلاث ساعات من السادسة للتسعة أو من الثالثة للتسعة رب المجد قعد يحضر فيهم تلت قرن. ولابد أننا ندرك هذه الواقعة أو هذه الحقيقة. لو أن مسيحنا القدوس بدلا من أن يعيش 33 سنة وتلت عاش على الأرض 33 قرن وتلت، يعني 100 ضعف اللي عاشه، وما صلب ما استفدنا شيئا. هو جاي من أجل هذه اللحظة. ابن الإنسان ماضي كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلم به ابن الإنسان. هتصلب هتصلب يا يهوذا، خليها ما تجيش منك. انت لو ما ساعدتش للصليب الصليب هيسعو إليا. ويل لذلك الإنسان الذي به يسلم ابن الإنسان. ياه، إلى هذه الدرجة؟ يبقى لو كان المسيح عاش على الأرض 33 سنة وتلت وما اتصرفش كنا خدنا شوية كلمات حلوة جدا وشوية تعاليم جميلة وشوية تعبيرات سامية لم يسبق لها مثيل ولن يكون لها نظير. ومن أنت جاي ليه يا رب؟ جاي عشان الصليب. عشان كده من يوم ما اتولد والصليب يلاحقه، حتى أن سمعان الشيخ يقول لأمه هان قد وضع، هان هذا قد وضع لقيام وسقوط كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. لعلامة تقاوم، هو الصليب هو العلامة التي تقاوم. يعجبني كتاب كتبه أحد الآباء الأجلاء، المسيح ولد مصلوبا وكأنه ولد وصليبه في يده. ولد وصليبه في يده. ولقد قلت لك في الحلقة الماضية إن كل إنسان يولد ثم يموت، أما المسيح فقد ولد لكي يموت. القديس أثناسيوس الرسولي بيقول كلمتين. الكلمة الأولى بيقول لأن هو كان غير قابل للموت اتخذ جسد قابل للموت لكي بهذا الجسد القابل للموت يتقابل مع الموت. والكلمة الثانية قال فيما هو نازل إلينا من السماء صاغ لنفسه جسدا. عارفين الترز اللي بيفصل جلاليب للناس ويكسي البلد كلها ويجي في اخر الليل ولا اخر يوم قبل العيد بدقيقة ويقعد يفصل جلابيته هو، وبعد ما يفصلها يلبسها. المسيح عمال يخلق بالمليارات من البشر واخيرا هيأ لنفسه جسدا كما قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل العبرانيين. يبقى لو أن المسيح عاش من غير الصليب
كان يبقى الفيلسوف يسوع الناصري، معلم المسكونة يسوع الناصري، بروفيسور جيسوس كرايست، لكن ما كانش يبقى ذا سيفير المخلص. ومن يوم ما اتولد رب المجد هو واخد لقب الخلاص. تحبلين وتلدين ابنا وتسميه يسوع لانه يخلص. يخلص. لا تخف يا يوسف ان تاخذ مريم امرأتك، لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص. بشرط الملاك للرعاة، ولد لكم اليوم في مدينة داوود مخلص، هو المسيح الرب. كلام سمعان الشيخ، الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد رأت خلاصك. يا سمعان، انت ما شفتوش على الصليب، انت شفته لسه حاطط رجله في أول الرحلة. قال لك ما انا مش هلحق اكمل المشوار، يبقى ما دام شفته ان هو بدا وعزم على المشوار ونوى على الخلاص، يبقى كان الخلاص اصبح في متناول يدي. عيني قد رات خلاصك. حتى حنا ام بنت فنوئيل التي كانت من سبط اشير والتي عبدت الرب 86 سنه في الهيكل بعد ترملها، تكلمت عنه مع جميع الذين كانوا ينتظرون فداء في إسرائيل. عشان كده احنا بنقول ننتظر المخلص. اليهود قالوا له وصلنا. وصلنا باليوناني يعني هوشعنا، بالعبري يعني خلصنا، بالعربي يعني سيف أص بالإنجليزي. طب ما انتوا بتعتقدوا في الخلاص؟ لا، احنا عايزين وصلنا، عايزين يخلصنا من الناس دول الرومان. شايف العساكر دي؟ ده اسمه كلام. تبقى الارض ارضنا واللي بيتحكم فيها ناس رومان، بيلاطس يمشي وهيرودس يمشي، ويبقى الحكم حكمنا والبلد بلدنا والدولة دولتنا. وصلنا، خلصنا من الرومان. طب ما انا لو خلصتك من الرومان ممكن يجي اليونان بدل الرومان، ممكن يجي الفرس، ممكن يجي الاشوريين، ويبقى انت بكره بعد تحتاج مخلص تاني. سيبك من حكم الانسان على الانسان، مع انه تقيل وصعب. فلنسقط في يد الرب لان مراحمه كثيره، ولا نسقط في يد الانسان، لكن هخلصك من الاصعب من الانسان. ذلك الذي قال عنه القديسون انه عدوي الذي احبه، والمسيح هو حبيبي الذي أبغضه. هو الشيطان، أنا اللي هخلصك منه. بعد كده الشيطان ملوش سلطة عليك، هو بس بيعرض بضاعته، يعرض ولا يفرض. هنا نقدر نقول حاجة تانية. المسيح لما جه عمل معجزات كتيرة جدا، بس طبعا المعجزات ده كان كل قسم من اقسام الضعف البشري كان بيملى فيه جزء، يعني سد الفاقة وسد الحاجة واطعام الجائع. مرة يطعمنا بالخبز والسمك، ومرة يطعمنا بالسمك والعسل البري على بحر طبرية. شفاء المرضى، أمراض نساء زي النزيف وزي المنحنية، أمراض أعصاب ومخ زي المشلول والمفلوج، أمراض رمد وعيون زي بارتيماوس الأعمى والمولود أعمى وأعمى أريحة، أمراض جلدية زي البرص، كل أنواع المرض، حتى الأمراض الروحية اللي ما كانتش في الوقت ده عارفين سببها إيه، زي إخراج الأرواح النجسة، وفي أرواح نجسة كان بيخرجوها الشياطين، وفي أرواح نجسة كانت بتطلع على الريحة، بتطلع على الريح.
يعني لا المسيح يخرجها ولا التلاميذ يخرجوها. قالوا للمسيح رأينا الناس بيخرجوا اسمك، بيخرجوا الشياطين باسمك فمنعناهم. ايه رأيك؟ قال لهم ليه كده؟ ما تسيبوه. يعني ممكن ما يكونش مسيحي ويستخدم اسم المسيح ويطلع بيه شياطين وتكون النتيجة المسيح يرضى بكده؟ من ليس علي فهو معي. ده حاجات كتيرة جدا يا رب. أإلى هذه الأمور أنت قد أتيت؟ هنا السؤال، لعلني أوجه إلى رب المجد في محضركم أيها المشاهد العزيز، أإلى هذه الأمور أنت قد أتيت؟ تكون النتيجة أن رب المجد يقول لي العين اللي أنا فتحتها ماتت وغمضت تاني، البطن اللي انا شبعتها جاعت وطلبت الطعام مرة تانية، حتى لدرجة في يوحنا 6 جمناس يتملقوني ويقولون لي اين انت يا رب؟ فينك؟ احنا بندور عليك، انت اختفيت ليه؟ وحشنا. قلت لهم بملء الفم انتم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم آياتي فآمنتم، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. انتوا جربتوا حلاوتي قبل كده وعايزين تاكلوا عيش وسمك تاني، اعملوا له الطعام البائد، بل الطعام الباقي. الطعام البائد بيجي من ايدك؟ حاجة تيجي من ايدك وتبقى طعام بائد؟ انتوا بتدوروا على الخبز المؤقت، انا هديكم خبز ابدي بقى. يبقى هنا انا باخد موضوع الخبز احسسك ان اللي يديك ده يقدر يديك ده، اللي يقدر يديك 5000 اكلة لخمس تلاف اسرة من 5 خبزات يقدر يديك جسدا من جسده ودما من دمه، واللي يقدر يشفيك ويطلع المرض من جسمك يقدر ان هو يطلع الخطية من جسمك. اصل ايه؟ اصل الانسان بعد ما اخطأ الخطية دخلت في طبيعته، لا بقى هو مخلوق كامل بار طاهر، ولا بقى هو انسان مملوء بالشر زي الشيطان. يبقى انا محتاج فصل الخطية عن الانسان، فصل الخطية عن الإنسان. دي تيجي بإيه؟ تيجي بمراحل كثيرة. أول حاجة بالتجسد، أشيل عقوبة الخطية عن طريق الفداء، وبعدين تكون النتيجة إن إحنا بالموت نتخلص من جسد الخطية، بالقيامة منتظرين التبني فداء أجسادنا. يبقى هنا لما المسيح جه في المجيء الأول خلص الروح، وننتظره في المجيء الثاني لكي يخلص الجسد. ننتظره في المجيء الثاني لكي يخلص الجسد. يبقى العين اللي فتحت غمضت تاني، البطن اللي شبعت جاعت تاني، الانسان اللي كان ميت وقام تم مات تاني ودخل رجع للموت مرة تانية. احنا بنعيد للعازر بموته مرتين، مرة قبل المسيح بأسبوع يوم سبت العازر، والمرة التانية في يوم تاني، بس في بين المرتين قام لعازر من بين الموت وقعد حي 40 سنة، ورسمه الآباء الأساقفة أسقفا على مدينة قبرص على ليمسول. وانا رحت كاتدرائية القديس برنابا وشفت قبر القديس لعازر في نيقوسيا. يبقى عشان كده نقدر نقول ان دول لما قاموا ماتوا تاني. عجبا في الاصحاح 12 من انجيل معلمنا يوحنا البشير، صنع لعازر للمسيح وليمة كبيرة كرد جميل او كعرفان بالجميل بعدما قام. الناس حبت ايه؟ حبت تقتل لعازر. ده يا جماعه لسه طالع من الموت امبارح، ترجعوه النهارده؟ اه.
المسيح يعيد لعازر من الموت إلى الحياة، والناس ترغب أن تعيد لعازر من الحياة إلى الموت. إيه اللي بيحصل؟ الناس بتحب الموت، تحب التشاؤم، تحب تنكد، تحب الحزن. يا سلام على حاضري الجنازات أكتر من حاضري الأفراح، ويهتموا بيها جدا. ويا سلام على الناس لما تتأثر في حضور الجنازة، الكل يبقى متعاطف بجوار أهل الميت لكن بيحسدوا أهل الفرح. يبقى عشان كده احنا نقدر نقول المسيح جاي ليس لكي يشبع البطون، ولا لكي يفتح العيون، ولا لكي يملأ الجفون، ولكنه جاء لكي يخلص. بس فهمناها غلط. اتخلص بس خلصنا من الرومان. من الناس اللي فهموه غلط الصالبين، قالوا له ان كنت انت ابن الله خلص نفسك وانزل من على الصليب فنؤمن بيك. انا جاي اخلصك مش اخلص نفسي. وعشان كده حط المسيح مبدا مع القديسين، المواهب اللي اديها لك استخدمها لمنفعة غيرك. يا بولس مرضك يستطيع أن يشفي أمراض الناس، ولكنك أنت تئن تحت هذا المرض، وأنا أقول لك لا مش هشفيك، تكفيك نعمتي. وكانوا يأخذون مناديل وأربطة من التي تخرج من جسد بولس ويضعونها على المرضى فيبرؤوه. يبقى المرضى كانوا بيخفوا بسبب إيه؟ بسبب مرض بولس. لما تشفي بولس يا رب، يعني بولس دلوقتي بيشفي امراض الناس، وبولس ما يقدرش يشفي نفسه. الموهبه اللي ربنا يحطها في الكنيسه تكون لفائده الاخر وليس لاستغلال الفرد. والا كان كل صاحب موهبه كما اغتنى من وراء هذه الموهبه، وما كان الرب قد رفع هذا الشعار مجانا اخذتم مجانا اعطوا. من الناس برضو اللي فهموا المسيح غلط في موضوع الخلاص اللص الايسر، قال له ان كنت انت ابن الله فخلص نفسك وايانا. اللص الايمن قال له يا اخي اما تخاف الله؟ يا سلام، انت عندك خوف الله ايها اللص. هو في لص بيبقى يخاف الله؟ لو يخاف الله ما يبقاش لص. لكن لص بيتكلم عن خوف الله. اخد وعظة عن خوف الله من فم حرامي؟ استمع وانصت الى هذا الحرامي والى ذلك اللص وانت تسمع العجب. اما تخاف الله؟ نحن بعدل قد جوزينا. ده اعتراف، اعتراف بالخطية. ونقول اللص ده ليه ما عملش اعمال صالحة؟ ماذا كان يمكن ان يعمل اللص ولم يعمل اللص؟ كل أعضاؤه مقيدة ما عدا عضو واحد بس اللي هو مطلق حرا، ألا وهو لسانه. عشان كده كلم اللص زميله وعاتبه وقال له أما تخاف الله؟ أنت اللي بتقول كده. نحن بعدل قد جزينا، ده اعتراف بالخطية. أما هذا فلم يفعل شيئا شريرا أو لم يفعل شرا، ده اعتراف ببر المسيح. وعندما رأى اللص رئيس الحياة معلقا على الصليب قال: لولا أن المعلق معنا رئيس الحياة ما كانت الشمس قد اضطربت، ولا النجوم قد انزعجت، ولا الأرض قد انشقت، فيا قادر على كل شيء والمعتم والقادر على كل شيء. اذكرني متى جئت في ملكوتك. ده اعتراف بقدرته وبلاهوته. ده في ناس لحد دلوقتي ما بيقولوش الكلمتين دول. الاولاني يقول له ان كنت انت ابن الله فخلص نفسك وايانا، يعني نزل نفسك واحنا كمان معك. بعد كده مش عايز حاجه تانية. طب تخلص من الخطيه؟ لا مش لازم، خليني في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي، عيشني النهارده وموتني بكره. يا سلام على الناس لما تفكر في الأمور الزمنية وتنسى الخلاص الأبدي.
لابد أن كلمات بولس الرسول في العبرانيين تجر من خلفها تقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. قالوا إيه كمان؟ قالوا خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها. ليه هو صبح موسى؟ ما موسى خلص 4 مليون واحد طلعهم من أرض مصر، وفي منهم 2 بس دخلوا أرض كنعان، ما منهمش موسى. الاثنين دول برضو موسى هو اللي طلعهم من مصر إلى سينا ومن سينا لكنعان. المسيح بقى زيه زي موسى خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها. يعني هي هنا كلمة خلص آخرين بمعنى إيه؟ بمعنى أنقذ آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها. لو أنت عايش في أمريكا أو في مصر أو في أي بلد من بلاد العالم وقالوا لك إن في فنزويلا ولا في أي دولة من الدول المجهولة لقوا واحد يقدر يعالج مرض السرطان الكانسر اللي هو مرض هذا العصر اللي الناس بتسميه المرض الخبيث المرض الوحش عشان ما يقولوش اسمه، تعتبر الرجل ده ايه؟ تعتبره مخلص؟ وهل المسافة الكبيرة اللي بينك وبينه تقدر ان هي تحول بينك وبينه؟ لا، دي المسافات تنكمش والزمن ينصهر، واخد اقرب طيارة واروح له واستنى في الويتنج ليست لحد ما تخلص من المرض. مين يقدر يشيله؟ الطب ما يقدرش يشيله، يقدر يحوط حواليه علشان ما يمتدش ما يستشريش، او يقدر يستأصل الجزء اللي مصاب علشان ما يعديش غيره، لكن ما يقدرش ابدا ان هو يعالجه. خلاص ده بقى مرض يحول عنه الاطباء ويقف امامه الطب. الخطية كده. مين يقدر يشيل حظ الشيطان فيك؟ مين يقدر يشيل هذه البقعة السوداء الموجودة في قلبك؟ ما يقدرش، ده عمل ربنا. عشان كده العذراء مريم نسبت الخلاص لله، وذلك عندما قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. تبتهج روحي بالله مخلصي. في حاجة أكتر من إقامة الموتى؟ وخاصة بعدما أنت من سلم العذر، مين يقدر يقوم الموتى؟ الإنسان بعد ما يموت يختلط البول بالدم والعصارات الهضمية واللعابية وكل إفرازات الغدد تختلط ببعضيها، والمخ يبتدي يتحول إلى سائل ويدخل يطلع من الراس وينصهر ويتسبك ويضيع. طب لما يجي المسيح يقوم ده كله، محتاج ده كله يرجع يتلملم مرة تانية. مين يفصل الدم عن البول عن العصارات عن المخ عن الكلام ده كله؟ ده عشان يعملوا غسيل كلي الواحد بيقعد بالساعات علشان خاطر يفصلوا هذا عن ذاك. كم وكم تكون الخطية التي استشرت في الجنس البشري؟ طب وممكن ربنا يسامح ومن غيره خلاص ومن غيره غفران؟ أدي لك مثال. واحد وقف قدام القاضي، فالقاضي سأله أنت قتلت فلان الفلاني؟ قال له آه. قتلته ليه؟ قال له للسبب الفلاني. قتلته بإيه؟ قال له بالطريقة الفلانية. قتلته فين؟ قال له في المكان الفلاني. تقدر تعمل تمثيل للحدث؟ اعمل. بعد ما خلاص اعترف قدام القاضي، قال له انا اسف على اللي حصل. القاضي يقول له ما دام انت قلت انا اسف يبقى بريء، افرج، يبقى مع السلامه، سامحناك ما دام انت قلت انا اسف. طب لو جبت بابايا ومامتي واخواتي وقالوا احنا اسفين، لو جبت الجيران وقالوا احنا اسفين، لو جبت كل البلد بتاعتي اللي انا ساكن في وسطيها واتجمعت عشرات الالاف وقالوا كلهم وي ار سوري احنا اسفين، هل تفتكر ان كلمه انا اسف دي هتحل المشكله وتخلي القاضي يحكم عليا بالافراج؟
مش هياخد بالكلمتين اسف، ولابد ان يزج بي في غياهب السجون. لحد امتى؟ لحد ما وفى العقوبة. والعقوبة قد تكون سجن، وقد تكون سجن وتبيدة، وقد تكون سجن وتبيدة وافعال شقة، وقد تكون اعدام. نقف قدام القبض نقول له انت انسان مش رحيم، لو انت اللي عملت كده كنت تحب يتعامل معك كده؟ يقول لك اه القانون بيقول كده، انا لو عملت كده هتتعرض لمثل طائلة هذا القانون. يبقى كلمة ان اسف دي تخلي ان القانون يتلغي والرحمة تحل مكان العدل ونقول افرج. طبعا كلمة ان اسف تخفف شوية ويقول لك انا شاعر بان انا مذنب، تخفف الحكم لكن لا تلغيه. كان ربنا بيجرجر في آدم وحواء عشان يقولوا أنا آسف وما قالهاش. يا آدم أكلت من الشجر، يقول له حواء اللي أنت اديتهالي، المرأة التي أنت قد أعطيتني، طب تعال. أكلت من الشجرة، تقول له الحي أغرتني. كل واحد بيرمي على التاني. مفيش حد قال أخطيت سامحني، أو أنا أخطيت، أو أنا يام سوري، او اخطيت حللني، ما حدش قالها. يبقى زي ان احنا نقول ان ادم لو اعتذر كان ممكن ربنا يسامحه. طب ما هو ربنا عمال يجرجره للاعتذار ومع ذلك ما اعتذرش، وعمال كل واحد يرمي على الاخر ويفكر ان بكده ان هو تنصل من طائلة القضية. هنا كانت النتيجة. قال القديس اغسطينوس عن ربنا قبل أن يخلقه قرر أن يفديه. قبل ما ربنا يخلق الإنسان قرر أن يفديه. هخلق الإنسان وهيعمل 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 والحل فيدي. هبقى أنزل وتجسد، تاخد لها تلت قرن من الزمان على الأرض، وتاخد لها شوية آلام لمدة 24 ساعة، وتاخد لها محاكمات من الساعة 11 ليلة الجمعة لحد تاني يوم الصبح، وتاخد لها اصدار حكم في التالتة، وتنفيذ في السادسة، وموت في التاسعة، ودفن في 11 والثانية عشر، ومال ساعات وتنقضي ويتعالج قضية الانسان. عشان كده انت دلوقتي بعد الصليب انت الانسان الجديد، مش انت ادم اللي قبل كده، انت الانسان الجديد، انت ادم قبل السقوط. اذا احتفظت بهذه الصورة الجميلة لنكون مشابهين صورة ابنه. كلمة خلاص لها ابعاد اربعة نتكلم عنها في الحلقة القادمة. واذا تكلمنا عن الخلاص نتكلم عن الخلاص والفداء والكفارة والغفران، انها موضوعات كثيرة تحتاج الى حلقات عديدة. فإلى الحلقة القادمة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان وعلى ظهر الدهور امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان وعلى ظهر الدهور امين.
الديانة اليهودية قدمت الله على أنه الخالق، والديانة المسيحية قدمت الله ليس على أنه الخالق ولكن على أنه المخلص. والخلاص معناه إعادة الخلقة من جديد، إعادة الخلقة من جديد. فمرة كنت بكلم واحد عن واحد، قال لي خلاص واحد فوق 50 سنة بالطبع ده مش تقدر تغيره، أمال يحصل له إيه؟ يحصل له إن هو يتعاد خلقته من جديد بطبع جديد. وبعدين قال لي والدتي كانت بتقول لي الناس لما تموت الروح بتطلع والطبع بيطلع بعد الروح. طبعا ده كلام فيه مبالغة، لأن بعد الروح ما فيش أي حركة بتحدث لا للإنسان ولا من الإنسان، لكن عايز يعرف أن الطبع ده مستمر في الإنسان حتى بعد خروج روحه. إحنا مش بنقدم ربنا على أنه أديب أو كاتب، على أنه صاحب فكر يقدم فكر ويقدم قول ويقدم لسان، لكن بنقدم ربنا على أنه المخلص، والمخلص تحوي كل هذه المعاني. أنه مخلص معناه بيعيد خلقة الإنسان من جديد على جديد بشكل جديد. عشان كده رب المجد يسوع المسيح إلهنا الصالح ومخلصنا الصالح. فإحنا بنعتبر أن كلمة مخلص دي كلمة كبيرة جدا، لكن مع ذلك لها معاني صغيرة يمكن أن تنطق بها، في خلاص من عدو، في خلاص من مرض، في خلاص بمعنى الإنقاذ، في خلاص من ضيق. 4 معاني لكلمة خلاص. قبل أن أخوض في شرح هذه المعاني الواحدة تلو الأخرى، أرجو أن أقول أن كلمة خلاص في اللغة الإنجليزية ضعيفة المعنى، فكلمة يخلص يعني سيف، سيف يعني يخلص، وسيف يعني ينقذ، وحتى سيف معناها يقتصد أو يحوش. لما نقول سيف تايم يعني اقتصد الوقت، سيف ماني يعني اقتصد الفلوس، ذا تايم از ماني يعني الوقت زي الفلوس او الوقت من ذهب كما نحن نقول. ويمكن تسمعوا ان البحارة عندهم يافطة يطلعوها وقت الخطر، هذا الصين او هذه اللافتة مكتوب عليها 3 حروف S-O-S، Save Our Souls، انقذوا نفوسنا. يبقى كلمة Save اللي هي يخلص ليها معاني تاني. بلاش نتكلم في عالم اللغات، تعال نتكلم في بحار الكتاب المقدس. ربنا علشان يقرب لينا مفهوم كلمة خلاص بالمعنى الواسع الكبير اللي محدش يقدر غيره يقوم بيه، اعطى لنا معاني اخرى لكلمة الخلاص، وكل منها اطلق عليه لقب مخلص. الخلاص من عدو، في آية مشهورة في خروج 14 على 13، لما موسى النبي لقى نفسه البحر قدامه والعدو من خلفه، الحلول اللي على موسى اتعملت ان هو يطلع الناس دول ويجي عند البحر ويقف. هنا موسى صنع ما يمكن ان يصنعه، أما الله فيصنع ما لا يمكن لموسى أن يصنعه، ولكن برضو بيد موسى.
مين اللي هيشق البحر نصين؟ ربنا. طب مين اللي يدي الاوردر ان ربنا يشق البحر؟ قال يا موسى بعصاك اضرب البحر فينشق الى نصفين. هي العصايه دي يا رب هتقدر تمر في البحر تضرب البحر؟ اعمل حاجه، انت عليك دور، وانا اكمل الباقي. وانا بطلبك انك تشق البحر، اضرب العصا على البحر، واول ما تدوس بطون اقدامكم البحر ينشق البحر الى فلقتين. موسى هنا لما شاف المنظر العظيم قال ايه؟ القفوا وانظروا خلاص الرب. ده خلاص من مين؟ ده خلاص بني اسرائيل من فرعون، وخلاص شعب الله من المصريين. قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يدافع عنكم وعنتم صامتون. في سفر صموئيل الاول اصح 14 من عدد 23 لعدد 45، يوناثان ابن شاول اخذ حامل سلاحه وذهب الى محلة الفلسطينيين وصنع خلاصا. شاول الملك في الوقت ده كان قال لا يذوق احد طعام الى المساء. شاول بعد ما عمل هذا الخلاص مد طرف النشابة، يعني طرف سيفه، وراح واخد شوية عسل. محتاج لإنرجي، لطاقة. كانت النتيجة ان شاول عرف ان يوناثان ابنه رغم كل اللي عمله اكل قبل المساء وكسر الامر الملكي، اراد ان يقتل ابنه. مين يا ترى اللي وقف قدام الملك علشان ما يقتلش ابنه؟ الشعب قالوا ايه؟ قال لا يموت يوناثان الذي صنع هذا الخلاص العظيم. ادي كلمة خلاص، بس ده خلاص ايه؟ خلاص بني اسرائيل من يد الفلسطينيين. ناخد مثال اخر في سفر صموئيل الاول اصح 7، واحد ملك اسمه نحاش العموني ارسل لبني جلعاد وقال لهم انا عايز اخدكم عبيد. طب يعني نبقى عبيد تعمل فينا ايه؟ قال تقوير عينكم اليمين، تقوير عينكم اليمنى. وطبعا يتذل ما دام اعور بعين واحدة والعين التانية متطورة. يا سلام، كم قاس الإنسان من الإنسان قبل المسيح. وعندما جاء المسيح لا لينقذ الإنسان من الشيطان، ولكن لينقذ الإنسان من قبضة الله ومن يد الإنسان. قالوا له ادينا فرصة نبعت لإخواتنا بني إسرائيل. وذهب شاول وخلص هؤلاء الناس من يد النحاش العموني. كام عين كانت هتتأور؟ كام واحد كان هيبقى أعور؟ سمي هذا الأمر خلاصا. يا سلام، طب الجيل ده هيبقى أعور، الجيل اللي بعده هيطلع بعين سليمة. يبقى إذن الخطر اللي موجود دلوقتي ده خطر موقوت، يمكن ان يحتمل ويمكن ان يزول. لكن كان في خطر داهم البشرية ما احتكش لحد غير المسيح. زي ايه؟ سمعتش عن واحد يقول لربنا اعوذ بالله من غضب الله؟ ده انا في مرة سمعت صلوة جميلة جدا مكتوبة في بعض الكتب تقول اللهم إني أعوذ بك منك. كلمة أعوذ يعني إيه؟ يعني أحتمي في الله، أعوذ بالله، يعني أحتمي في الله، أدار في ربنا. اللهم إني أدار فيك منك، من ينقذني منك أيها الرب سواك؟
عشان كده ربنا في العهد القديم كان بيقول ولا مخلص سواي، هو المخلص. الكلام ده هنجيله في حلقات بعد كده. في قضاة أصحاح 6، ملاك الرب يظهر إلى نحاش ابن يؤاش الأبي عزري ويقول له السلام لك يا جبار البأس، جبار البأس. فنحاش له جبار ايه وباس ايه؟ قال له اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من يد مديان. زي ما احنا كنا نقول للعسكري في ايام الحرب تعال يا وحش، هو راجل بياكل عدس وبياكل فول ويعني بطنه جعانه وعايز يشبع وجسمه هزيل، لكن كلمه يا وحش دي ترفع معنوياته، يبقى العدو اللي قدامك ده فار ما تخافش منه. فالملاك عمل كده، رئيس جند الرب قال له يؤاش لجدعون ابن يؤاش، قال له السلام لك يا جبار البأس. قال له وان كانت هذه، لماذا اصابتنا هذه البليه؟ فين عجايب الرب اللي اخبرنا بها اباؤنا؟ قالوا لقد صنع الرب كذا وكذا واخرجنا بيد رفيعه. قال له اذهب بقوتك وخلص اسرائيل من كف مديان. قال له اخلصهم ايه؟ ده انا عشيرت الذله في منسه، ومنسه الذله في الاسباط، واسرائيل الذله في وسط الشعوب. اجيب منين قوه ولا اجيب منين يد قويه؟ قال له اما ارسلتك؟ وطبعا قعد يدي علامات لحد ما خد العلامه وخلص اسرائيل من يد مديان. في سفر القضاء اصحاح 3 عدد 8 واصحاح 3 عدد 12 لعدد 15، اتنين من 13 قاضي من قضاء بني اسرائيل اطلق عليهم لقب مخلص. هم كلهم كانوا بيقوموا بفعل الخلاص ولكن لم يأخذوا اسم المخلص بروناون بتاعه، هم قاموا بالفعل خلص يخلص. الاتنين دول واحد اسمه كوشان رشع الطايم والتاني اسمه أهود ابن جيرة. أصل دول خلصوا بني إسرائيل من عبادة ملوك. عثنائيل ابن قناز كان قد استعبد الشعب وعبدوه، خلصهم كوشان. آسف، عثنائيل خلص بني إسرائيل من يد كوشان، وأهود ابن جيرة خلص بني اسرائيل من عبادة عجلون ملك مؤاب. عشان كده استحقوا لقب مخلص، ارسل لهم الرب مخلصا. يفتاح الجلعادي خلصهم من يد العمونيين في قضاء 11 و12، شمجر القاضي خلصهم من الفلسطينيين، باراق ابن ابي نوعم بمشورة يعيل امرأة حابر القيني، ودبور القضية في قضاء 4 خلصت بني إسرائيل أيضا. يبقى كل هؤلاء قاموا بدور خلاص، لكن الدور كان أن بيقوم واحد مخلص يخلص مظلوم من يد ظالم، يخلص ضعيف من يد قوي، يخلص مستعبد من يد مستعمر. ربنا مش خلص يعقوب من يد عيسو تكوين 48-16، وخلص التلت فتية من أتون النار والنبوخذ نصر دانيال 4 عدد 5، نوع من أنواع الخلاص، الخلاص الصغير اللي بيقرب لينا مفهوم الخلاص الكبير. يعني وكلمة خلاص دي كلمة كبيرة اللي هي ما يقدرش يقوم بيها غير ربنا، لكن ادى برضو نوع من المفاعيل يقدر يقوم بيها الانسان للانسان.
في خلاص من المرض. المسيح قال ايه لنزفة الدم في لوقا 57؟ ألا ثقي يا ابن إيمانك قد خلصك، لأنها قالت إن لمست طرف صوبه فقد خلصت. قال لها إيمانك قد خلصك. قال إيه للأبرص في لوقا 17-19؟ قال له قم يا ابني إيمانك قد خلصك. خلصه من إيه؟ خلصه من البرص، لكن الخطية موجودة لسه جاي لها دور فوق القرنيون، لكن ده خلصت من نزف نصف الدم والتاني خلص من البرص. وردت كلمة خلاص بمعنى الإنقاذ اللي أنا قلت لكم عليها، سيف ينقذ، سيف مي انقذني، وبمعنى أيضا خلصني. في متى 27-29-49 لما كان رب المجد بيقول فوق الصليب إيلي إيلي لما شبقتني، قال دعوه لكي يأتي إيليا لينقذه. هل يأتي إيليا لكي ينقذه؟ وفي متى 27-42 تهكموا على المصلوب قائلين خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلص. يعني أنقذ آخرين لكن ما قدرش أن هو ينقذ نفسه. في متى 27-40 ومرقس 15-30 ولوقا 23-37 اللص كان بيقول له إيه؟ إن كنت أنت ابن الله فخلص نفسك وإيانا. اللص الشمال كان بيتكلم عن الاثنين، عن الشمال واليمين. اللص اليمين قال له اتكلم عن نفسك بس، خليك في روحك. نحن بعدل قد جوزينا، زي ما قلت لكم في الحلقة الماضية، ده اعتراف بالخطية. يبقى هنا هو بيقعد يعترف يقول له انا استاهل اللي انا فيه واكتر، لكن انت لم تنصت الى الحية بل اخطأت امي واصغت الى نداها. انت لم تقطف من الجنة بل اخطأت امي وقطفت حراما من جناها. أنت قدوس طهور وأنا تراب من الأرض جئت من ثرى، فلماذا أنت مصلوب ها هنا وأنا الخاطئ حر أتباهى؟ ده دي المثل اللي كان بيقول كده، لأن هنا في قصة الصلب ظهر أربع لصوص، عرفنا منهم ثلاثة ما عرفناش منهم واحد. الوحيد اللي مش عارفين اسمه اللص الشمال، لكن التلاتة يهوذا كان سارقا ولصا، وديماس اللي أطلقوا سراحه مقابل ان هم يلقوا القبض على يسوع ويزجوا به بديلا عنه، واللص اليمين اللي هو ديماس اللص اليمين، وطبعا اللص الشمال ما نعرفش اسمه، فنعرف اسم باراباس وديماس ويهوذا، لكن ما نعرفش الاسم بتاع اللص الشمال. فهنا بيقول له خلص نفسك وإيانا، قال له اتكلم عن نفسك، نحن بعدل قد جوزينا أما هذا فلم يفعل شر. ولأن اللص الشمال ينسى اللي هو فيه، تعرفين اللي عنده وجع بينسى كل حاجة ويركز في الوجع. ده عنده وجع في ايديه وعنده وجع في رجليه وعنده وجع في جسمه، لكن قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يبقى عشان كده اللي بيقولوا ان اللص دخل بكلمة، يقول لا ده كل الاعمال الصالحة عملها اللص، ما كانش عنده ابدا حاجة يقدر يعملها غير كده، فقدم كل ما يمكن. دول الفلسين بتوع الارملة اللي موجودين عنده،
ما عندوش غير الكلام يقدر يقوله بس، لكن لما اللص الشمال اتكلم نيابة عنه زجره وقال له لا أما تخاف الله، يعني ده انت بينك وبين ربنا دلوقتي حاليا فرقة كعب ثواني، وتكون واقف قدام كرسي الدينونة لسه مفكر في انك انت ترجع تاني للحياة وإلى غابات أورشليم وتعود للسرقة مرة تانية؟ استفيد بالفرصة اللي فاضلة، اللي بيغفر لك موجود جنبك، أحصي مع أثمة، اطلب منه اللي انت عايزه دلوقتي بدل ما تطلب أن تواصل الحياة، اطلب أن تبدأ الأبدية. عشان كده المسيح ما كانش محتاج لحد ينقذه، وقالوا له انت بتبعت تجيب إلي ينقذك، تم بيلاطس قال لي سلطان انا اطلقك. يعني لو انت خدت معايا وديت يمكن اطلق سراحك وكل الناس دي هتيجي وانا اقدر اسكتها. قال له لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق. في رابع نوع من الخلاص، الخلاص من الضيق عموما، أبونا يعقوب بعد ما اجتاز رحلة 20 سنة منفي في أرض حاران وعداوة بينه وبين أخوه، ارتمى في أحضان خاله، وجد الجفاء، كل الجفاء، رجع من عند خاله هو وزوجاته وأولاده. لما استقر قال إيه؟ أول ما استقر وحس إن هو بعد كده مفيش تعب مفيش ألم، قال الله الذي صار أمامي، الملائكة الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين. هنا لما كان بيبارك بمنسى وإفرايم أولاد يوسف الصديق في أرض مصر، ده خلاص يقدر يقوم بيه إنسان؟ ده خلاص ممكن لإنسان يقدر يقوم بيه إنسان، يعني ممكن قوي إن دولة تستعين بأخرى من أجل أن تنقذها من اعتداء معين، أو العالم كله دلوقتي أصبح بيكب ويملى من بعضه، وأصبح واحد بياخد من التاني واحد بيدي التاني، لكن في خلاص من الخطية. خلاص من الخطية ده ما يقدرش حد يعمله أبدا، ما يقدرش حد يطلع الخطية من جسمك ويطلع عقوبة الخطية من حياتك. لما كان رب المجد بيشفي مريض زي المفلوج اللي كان موجود قدامه يحملونه أربعة، المفلوج الذي يحمله أربعة، حطوا المفلوج قدامه من غير صوت، من غير ما يقولوا له ايه، من غير ما يقولوا له اعمل ايه، لكن هو بص لقى أربعة منزلين مفلوج من السقف. سيد المسيح له المجد قال لهم تعالوا عايز أسألكم سؤال، أيهما أيسر أن يقال للمفلوج قم وامشي أم أن يقال مغفورة لك خطاياك؟ مرقس 2:9-11، يوحنا 5:8-12، أعمال 9:33، ملوك الثانية 1:4. ده هنا سؤال، هنا طبعا هم مش عايزين حكاية مغفورة لخطاياك دي، الراجل ده بس يقوم ويقف على رجليه وينط ويفط يبقى دي المعجزة. أيهما أيسر أن يقال؟ لا، أيهما أفضل أن يقال؟ أيهما أيسر وأيهما أفضل أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ هنا طبعا الصعب عند الناس هي أن هم يقولوا له قم وامشي، المستحيل عند الناس أن يقولوا له مغفورة لك خطاياك،
ولكن لكي تعلموا أن الابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. أنا أبرهن لكم أن أنا أقدر أغفر الخطايا بأن أنا أقدر أشفي المرض. طب والنهون الأفضل صحيح، وغفران الخطية ولا شفاء المرض؟ أي مرض موجود فيك يا عزيزي الأبره يشفيه. أي مرض موجود فيك الأبره يشفيه. حضرت بتر لرجل واحد ودفن هذه الرجل، وبعد مدة مات هذا الرجل أو هذه المرأة ودفناها، يا ترى في القبر قبر هيعمل ايه؟ يوم القيامة هيجمع الاتنين دول على بعض ويقوم انسانا كاملا متكاملا. يبقى المرض اللي تدخل بيه جوه القبر تطلع من غيره، العضو اللي تطلع ناقصه جوه تدخل للقبر وانت ناقصه تطلع متكامل. ألم يقل الكتاب المقدس يزرع في فساد ويقام في غير فساد؟ يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع في هوان ويقام في مجد. ما تدورش على شفاء المرض، ما تدورش على شفاء المرض، دور على غفران الخطية، لأن القبر ما يقدرش يعملها، ولا حتى أي إنسان إلا عندما الله وضع سلطة غفران الخطية في كهنوت الكنيسة، عندما قال كل من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. الدكاترة والطب بيعملوا ايه؟ مش بيشفوا، بيعالجوا. لكن ربنا هو الوحيد اللي بيشفي. زي ما قلت لك في موضع آخر قبل كده، الإنسان يقدر يقتل لكن مش هو اللي بيموت، هو بيبوظ الجهاز اللي الروح كانت عايشة فيه، فلا يصلح لسكن الروح فتغادره. يبقى الإنسان ما بيشفيش، الإنسان بيسلط جهاز على جهاز علشان خاطر جهاز يقدر ان هو يدي للآخر يشفيه. يبقى يعالج، يصحح. عشان كده يقول لك صحيح او تصحح. الصحة يسموها صحة لان بقى صحيح سليم، لكن ربنا هو اللي يقدر يشفي. وزي ما قال المزمور، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته يشفي سائر امراضك، ادي المرض. يفدي من الحفرة حياتك، ادي الموت. يبقى عشان كده الخلاص الكبير قوي هو خلاص الإنسان من عقوبة الخطية، خلاص الإنسان من سلطان الخطية، خلاص الإنسان من جسد الخطية. يبقى خلاص الإنسان من الخطية الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، هدمته بالظهور الثاني الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، وملأت الأرض من السلام الكامل. ده الخلاص الكبير اللي محدش يقدر يعمله غير رب المجد يسوع، لانه هو باسوتير الاغصوص، اي مخلصنا الصالح. نلتقي في الحلقة القادمة، ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين.